نعم، عند في البداية كانت الطرقات كما يعني عمل الزملاء هناك سواء فدوى أو إكرام من منطقة مراكش، كانت العمليات تنتهي عند أسني، بعد ذلك فتحت الطرقات تدريجيا إلى أن وصلت إلى ثلاث يعقوب وإيجوكاك. لكن في هذا الاتجاه فدوى هناك الاتجاه صوب ترودانت هناك لا تزال الطرقات معقدة. تشاهدين خلفي هنا هذا الوضع، هذه الحالة المزرية لعديد البنايات المنهارة. كوثر، إذا ما استطاع زميلي توجيه الكاميرا على عديد المناطق حتى نحاول أن نقربكم من الصورة. عندما تشاهدين هذه البنايات المنهارة كذلك في الاتجاه الآخر، هذه هي السلاسل الجبلية هنا، هذه هي السلاسل الجبلية التي يعني في جهات منها توجد قرى وتوجد بعض المنازل، ويمكن أن ترون طبيعة هذه السلاسل الجبلية شديدة الانحدار وعرة، كذلك القرى مثلا هنا في يعني قلب الواد يمكن أن تشاهد بعض القرى قد انهارت وأنها من البناء القديم، لكن هنا حيث نتواجد البناء هو بناء إسمنتي في قلب الاتجاه تجاه ترودانت. هناك تشاهدون المناطق التي يعني الطرقات مفتوحة إلى بعض الشيء إلى هناك، لكن لا تستطيع أن تتجاوز السلاسل أو السلسلة الجبلية التي تشاهدونها على الكاميرا. طبيعة السلاسل الجبلية هنا أو طبيعة التركيبة الجبلية هي صعبة، أولا شديدة الانحدار، والمسألة الثانية كذلك هي أنها مسالكها وعرة بعض الشيء، وبالتالي أمام هذا الواقع يصعب على يعني الطرقات أن تستمر على حالها السابق. كذلك الزلزال ساهم ب يعني انهيار صخري على الطرقات وكذلك تآكل الطرقات نفسها، فدائما نلاحظ في تحركنا أن هذه الطرقات يعني مهددة بالانهيار في أي لحظة، ونلاحظ أنه هناك تآكل على حافة أغلب هذه المسالك. من هنا توجد قاعدة عسكرية مغربية بها مروحيات عسكرية تنتقل إلى خلف هذه السلاسل الجبلية وتعود، تعتبر الآن هي الصلة الوحيدة بين القرى المتواجدة خلف السلاسل الجبلية التي منقطعة أو تقطعت بها الطريق وبين هنا، وبالتالي مسألة الدمار على المستوى العام هنا تقريبا متشابه، قرى مدمرة يعني وكذلك بعض حتى مجموعة مساكن، وبالتالي الكل يحاول أن يفك العزلة أولا ويتم الإنقاذ قدر المستطاع. هناك عمل كوثر، عمل جبار من طرف المغاربة، توحدوا كرجل واحد الكل من الدار البيضاء، من مراكش، من طنجة، من الحسيمة، من أقادير، من قلميم، من العيون، من طنطان، من الداخلة، من الصحراء المغربية، من كل المناطق، من الشرق، من وجدة، من بركان، من كل المناطق صوب هذه المناطق النائية من أجل المساعدة. لكن يبدو أن المسألة فيها عديد من النقاش، البعض يتحدث عن المساكن وإعادة التأهيل للمنطقة، وهذا ليس من الأولوية الآن، الأولوية إنقاذ المواطنين بعد إبعادهم وعلى من إثر بؤر هذا التوتر. كانت هناك مطالب لا أدري صحتها إن كانت رسمية أو لا على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب المواطنين المتضامنين الذين يرغبون يعني في الذهاب إلى هذه المناطق بتسليم المعونات وهذا لكل من الجيش أو لمؤسسة محمد السادس للتضامن، لأنها هم يعني أدرى بطبيعة هذه المناطق المحتاجة ويعني ولديهم استراتيجية خاصة لتوزيع المساعدات. بالضبط كوثر، ما عندما تتحرك قوافل المتضامنين الطرق متهالكة، وبالتالي هناك خطر حتى على المتضامنين أو المتطوعين عند التحرك إلى المناطق النائية. سقوط الصخور بحجم كبير جدا مستمر على الطرقات، وبالتالي هناك تهديد لحياتهم. المسألة الأخرى، فرق الإنقاذ التي تتحرك على هذه الطرق تتأخر بسبب هذا العدد الهائل من السيارات ومن المتضامنين، وبالتالي إذا ما تم إنشاء نقاط لتوزيع المساعدات وبعد ذلك يقوم الجيش
الجيش أو بينقاذها، فحينها ستكون الأمور أسهل بكثير. وأمام هذا الواقع تحاول السلطات السيطرة على الوضع بالإشارة إلى أنه تخفيف الازدحام على الطرقات من طرف المتطوعين وتسليم المواد للجيش ولفرق الإنقاذ، لكن المواطن المغربي لديه يعني دعم ولديه طموح ولديه محبة أن يصل إلى أخيه وأن يسلم له تلك المواد. وهناك تضحية كبيرة جدا شاهدناها على كل هذه الطرقات في رحلتنا من مراكش في اتجاه تارودان. يعني نتابع معك من خلال هذه الصور يعني الأنقاض والركام، هل هذا يعني أن عمليات الإنقاذ انتهت بإيجوكاك؟ بهذه المنطقة انتهت، بمعنى يتم البحث عن الأحياء، إذا لم يصلوا إلى أي شخص حي أو لم تجس يعني ذلك عبر معدات تقنية حديثة يتم البحث عن الأحياء، ينتقلون إلى منطقة أخرى، لكن لا يزال هذا الكم الهائل من الركام، وهذه المرحلة الأخرى لنقل الركام كاملا من هنا وبداية بناء البنية التحتية. لكن عادة وهو ما شاهدناه بنفس الطريقة في تركيا، يترك الركام إلى آخر مرحلة وبعد ذلك يتم إزالة الركام، وحينها كذلك يكتشف عدد من الجثث الإضافية، خاصة أن عدد الوفيات النهائية لن يكون إلا بعدما يتم سحب كل هذا الركام من هذه المناطق، وهي مناطق كبيرة جدا ومعقدة خاصة على مستوى السلاسل الجبلية. وعندما نتحدث عن السلاسل الجبلية لا نتحدث فقط من الحوز في اتجاه تارودان، نتحدث كذلك من الحوز في اتجاه المناطق الأخرى، في اتجاه الشيشاوة، في اتجاه الغرب وفي اتجاه الشمال، وبالتالي سواء اتجهنا شمالا أو غربا أو اتجهنا شمالا وشرقا أو اتجهنا كذلك جنوبا، هناك عديد النقاط، وبالتالي العملية عملية الإنقاذ وعملية المساعدات ليست بالشكل السهل على المستوى الميداني للتحرك للعمل، الكل يقوم بمجهوداته، لكن الطبيعة الكوثر تحد ذلك بأمرين، حدت الأمر بزلزال طبيعي قوي، وحدت الأمر كذلك بالانهيارات الجبلية التي أثرت على المسالك الطرقية. هل كان من الأساس يعني سهلا عليك الوصول إلى إيجوكاك؟ لم يكن من السهل، خاصة أنه كانت الطرقات مغلقة وتحركنا وبعد ذلك توقفنا والكهرباء منعدم، وانتقلنا إلى منطقة أخرى في الليل صورنا بها وعدنا، وظلنا دائما نحن بمعداتنا التي شحناها من قبل، وبالتالي نحاول دائما أن نصل على الأقل إلى منطقة بها الكهرباء، لأن كل هذه المنطقة إلى حدود الساعة منقطعة عن الكهرباء. هل هذا أصوات المروحيات؟ لما استطاع زميل المصور أن يركز عليها الكاميرا، هذه إحدى المروحيات التي تتجه إلى خلف السلسلة الجبلية، وهي مروحية تابعة للقوات المسلحة العسكرية الملكية المغربية. وبالتالي في سؤالك الذي قلت هل صعب علينا وصعب على فرق الإنقاذ وصعب حتى على المواطنين العاديين، لماذا؟ لأن النقاط تنفتح تدريجيا في اتجاه تارودانت، لا تنفتح بشكل تلقائي نتيجة عديد العوامل، لكن المسألة تعود إلى انقطاع شبكة الكهرباء. صحيح أنها فتحت عن تقريبا 10 كيلومترات من هنا، لكن بشكل مؤقت وبشكل غير ثابت إلى حدود الساعة، وبالتالي هذه المنطقة لا تزال معزولة على مستوى الكهرباء وكذلك في اتجاه تارودانت، وبالتالي المسألة فيها عديد العوامل المرتبطة بما هو لوجستي، ما هو تقني، وما هو كذلك ميداني، وما هو خارج عن إرادة البشر، نتحدث عن الطبيعة.